بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم. بما أنني راني متواجدة في المزرعة، يعني الفيرما، وبما أنه راه فصل الصيف وكتكثر ضربات الشمس، وإلا بغينا نقولوا مكلفة ولا لامينانجيت ولا المهم السخانة كتضرب في الراس، خصوصا الأطفال اللي كيكونوا في الشمس ولا حتى الكبار. جبت لكم واحد الخلطة يعني مجربة ورائعة، ديروها وان شاء الله يتوجدوا عليها الراحه. تكون من الورق ديال الداليا ولا الورق ديال العنب، وهنا شويه اللازير بالنسبه اللي عنده الضغط مرتفع ما يكترش منه غير شويه، البصله الحمراء، وهنايا الخزامه السالميه، الله يعطيك الخير. هنايا السالميه، وهنايا الخزامه، وهنايا اللي المهم الخنزه، ما عرفتش واش كي سميتها شي سميه واحده اخرى لغه، والله ما عرفت. حنا عندنا سميتها المخنزه، راه العطار كتباع عنده، سواء كانت خضراء ولا يابسه، المهم كاينه. وهاد الحويجات هادو الا ما كانوش عندكم خضر تقدروا ديروهم يابسين، طحنوهم كاملين، وهي هاد المخنزه من الاحسن تكون خضراء. اما بالنسبه للخزامه والاخر السلميه، معليش الا درتوهم يابسين. هاد الحويجات وغادي نعجن، غادي انا ما غاديش نطحنهم لا في روبو ولا في مولينيكس، بما انه راح متواجدين في الطبيعه، غادي نطحنهم بالمهراز، غادي ندقهم بالمهراز، وغادي نخلط معاهم شويه ديال الخل وشويه ديال الماء زهر، ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم. البنات ها هي راها تدق هذوك الحويجات. انا قلت لكم اللي عندها الروبو ولا المولينيكس ديرهم في المولينيكس ولا الروبو، الا ما كانش متوفر عندكم المهراز، وهي من الاحسن ديروا في المولينيكس ولا الروبو، لان كيكونوا اسهل. وما حدك تدقي تزيدي شويه ديال الخل، يعني باش يطلق لك الماء، والبصله حتى البصله كتطلق الماء، ودوك كاع دوك الحويجات كيطلقوا الماء. وما شاء الله واحد الريحه راها طالعه البنات، زعما ما شاء الله ما شاء الله. غير اسمه لازير، ملي قلت لازير ما قلتش اكليل الجبل، هي الازير راه هو الاكليل الجبل، لان كاين اللي ما يعرفش واش هو اكليل الازير. المهم غادي هاد الحويجات كاملين غادي ندقو، وغادي يوليو يعني يوليو بحال الماء، وغادي نتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نوريكم الطريقه. البنات ها هو داك الخليط تاع الاعشاب، ها هما ملي دقيناه مع داك الماء تاع الزهر والخل وديك البصله، تلقوا داك الماء. ها هي درك انا غادي ندير لكم نوريكم الطريقه هنايا في الراس ديال الاخت ديالي. هي الا بغيتو غير تعصروا غير الماء، غير هاد الماء تعصروا الماء وتشقوا به الراس، الشعر ديالكم شقوا به. بغيتو ديروه مباشره على الشعر ديروه، اللي ما كيبغيش هذا بحال هكذا، اللي ما بغاش باش يديرو فوق شعره يجيب غير هكذا، غير فوق الشعر يدير شي زيف. ها نتوما تشوفوا هذا راه رقيق، يجيب شي زيف بحال هكذا. بسم الله اللهم اجعل فيه الشفاء، بسم الله اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا تجيبي كامل ديري هكذا، خصوصا على هاد المكان، على هاد المكان بحال هكذا ديري غير في هاد المكان هذا، كما كنقولوا حنايا الملغيغه هكا. وغادي يشرب الراس، غادي يشرب ديك البصله وداك الاعشاب، وصدقوني غادي الواحد يلقى عليه الراحه. وعاوده كاين ملي يبس هذا الشيء بغيتو تزيدو تحيدو تزيدو، عاوده كاين نصيب واحد اخر زيدو. وما تنساوش هنايا ديروا شويه في الرقبه، في العنقره كما كنقولوا ديروا شويه. انا هاني غادي ندير لها هكا، نزيد شويه ديال الماء من هنايا غير هكا، وغادي نعقدوه هكذا بشي زيف واحد اخر هكا باش ما يطيحناش، وغادي نخليوه حتى نحسو بداك الماء كامل نشف، وداك الاخر نشف، هذاك الاعشاب كاملين نشفو، وغادي يسخنو مزيان، لان غادي يحيد ديك السخانه من الراس. صدقوني يا البنات والامهات، صدقوني اللي عندكم الوليدات صغار وراه كيقولوا لها ضربتهم ضربه الشمس ولا في هذا الصيف هذا، وحسيتوا بولادكم غير السخانه قاديه فيهم وما عرفتوش ما ديروا لهم، ديروا لهم هاد الاعشاب هادو، وصدقوني راهم غادي يبراو. والله اللهم اشفي جميع المسلمين ان شاء الله. المهم كانت النهايه ديال الفيديو، نطلب من الله نكون فدتكم في هاد
في هذه الوصفه هذه. والله يشافي كل مريض، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنساوش البنات اللي اول مره غادي تدخل القناه دير لي اشتراك، واللي معايا يديروا بارطاج باش كاع الناس يوصلها هاد الفيديو هذا، وكاع الناس يستافدوا منه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.